صوت الهجرة، فضاء إذاعي مفتوح على الجالية المغربية في هولندا. صوت الهجرة تقدمه مؤسسة التواصل للثقافة والإعلام. صوت الهجرة أفق للتواصل بين المواطنين في هولندا ووطنهم الأم. صوت الهجرة فضاء لمناقشة القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية للمجتمع المغربي في علاقته مع أبنائه بالخارج. ترقبوه دائما على أمواج إذاعة RTV من إترخت على موجة FM 103.4. إعداد وتقديم بن يونس بهكاني. أنتم في استماع إلى برنامج صوت الهجرة من إذاعة. اللي مهم هو الفن، الفنية ديال الأفلام، لأن حنا ماشي مترابينش أننا نديرو أفلام السينما لا تعالج أي شيء، تتساهم بشكل من الأشكال، ولكن المساهمة ديالها أول ما قبل كل شيء هي مساهمة فنية، هي الرفع من مستوى الإبداع، الرؤية عند المتفرج أنه ما يصبحش إنسان مستهلك، مجرد مستهلك فقط الفيلم، ولكن يكون عنده إحساس، تنمو فيه إحساس فني، وهذا هو اللي مهم بالنسبة له، هذا هو الاشتغال ديال السينما. لا أنا بغيت نقصد مثلا واش حنا من الآن يعني كمجتمع يتوق المشاهدة، المشاهدة السينمائية، يعني باقي ما عندناش تراكم كبير في مجال السينما، واش ما خصناش في المرتبة الأولى السينما اجتماعية؟ ايوا هادشي اللي بغيت نقول لك انا بالضبط، قصدت هذه القضيه، ما تنقول لكش حنا خصنا التنوع والاختلاف، يعني الا كنا غادي نديروا نفس السينما نفس النمط ماشي مهم. وقلت القضايا الاجتماعيه، قلت السينما المساهمه ديالها ماشي هي مساهمه مشاركه في القضايا الاجتماعيه، بل المساهمه الاجتماعيه ديال العمل الفني ديالها هو اللي اساسي، بمعنى انهم الذوق تنحسنوا من الذوق من خلال فيلم عنده مستوى فني رفيع، تنحسنوا من الذوق المتفرج، ما تنطيحوش في الافلام المبتذله الى غير ذلك. وخصنا نكونوا خص يكون الافلام هذا هو الدور الاجتماعي ديالها، الدور الاجتماعي ديالها ماشي انه تير قضيه المراه هي صحيح انا الا كان له تام وزوين ومخدوم مزيان، لان المواضيع الا ما كانتش مخدومه بشكل جيد حتى هي تضرب الموضوع بنفس الوقت، يعني لو كانت دير عمل نظري لصالح القضيه تصدق ترجع القضيه الى الوراء، لان ما اشتغلناش بالفنيه، واللي مطلوب منا حنايا هو السؤال الابداعي يكون حاضر بقوه في السينما المغربيه. حنا دابا تنعيش واحد المرحله ديال مرحله نسميها النهوض الانتاجي في المغرب، المغرب ولا تنتج ما بين 12 حتى 15 في السنوي، وهذا هذه مرحله تاريخيه لم يعرفها المغرب من قبل، ولكن في نفس الوقت هذا السؤال الانتاج ولكن السؤال الابداع ولا بد نطرحوه، يعني ولا بد اننا نستافدوا من الطفره
الانتاجيه من اجل اننا نحسنوا المستوى الابداعي عندنا ونتعاملوا بشكل جدي مع المخيله المغربيه، مع الثقافه المغربيه، مع تراثنا الثقافي العربي الاسلامي بشكل عام. على ذكر هذه المخيله العربيه والثقافه، هل رايت مثلا في فيلم ديال الشاب النوري هذه المخيله المفترضه اللي خصها تكون؟ تماما راه تكون بشكل من السياق، لانها يعني شنو رايك؟ انا بكل بساطه الراي ديالي في الفيلم ديال الرجل الذي باع العالم كما سميتها مغامرة حكائية مختلفة لم نشاهدها من بعد، وهذا اللي تنقصد نقول لك الفنية ديال الأفلام، لأن الفنية ديال بحال الفيلم ديال الرجل الذي باع العالم هو شريط تيشتغل أول وقبل كل شيء على 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 الشكل، يشتغلوا على الشكل، بمعنى أن أصبح الفيلم هو الفيلم الذي يشتغل على السينما بحد ذاتها. يعني الان نقدروا نهضروا على الصناعه، ماشي الصناعه، تنهضروا على الابداعيه بمعنى ان يولي لو تام اللي احنا مولفين اننا لو تام هو اللي يكون هو اللي مسيطر، هو اللي حضر القوه، اصبحت الابداعيه هي اللي مسيطر، اصبح الشكل هو اللي مسيطر، واصبح الشكل هو بذاته موضوع الفيلم. وهذه القضيه، هذه المغامره الابداعيه مهمه جدا لانها تتساهم بدورها، صحيح انها تخلق نفور من طرف الجمهور العادي لان ما معودش على هذه النوعيه ديال الفيلم، ولكن صحيح جدا انها تعطي رؤيه فنيه للفيلم السينما المغربي، وهذا هو المهم. قد نختلف على بعض الجزئيات من الشأن، ولكن قد لا نختلف تماما اننا الفيلم عنده مكانته الفنيه وهذا هو اللي مهم. ولكن هو كيبقى فيلم نخبوي. الابداع بشكل عام لالا سميره هو نخبوي. مراحل التاريخ الإنسانية كاملة المبدع هو شخص ينتمي إلى النخبة، لكن ملي كنأثروا في الناس وكنهيجوا العواطف. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك، أنا ديما تنقول لك التأثير ديال السينما ولا الإبداع هو دائما غير مباشر، ماشي بشكل مباشر. ما عندناش، يعني واش كتظن مثلا هذا الفيلم في القاعات ينسحبوا الناس؟ ماشي مشكل، ولكن ما كانش، حنا ما عندناش في السينما وفي الفن ما كانش جمهور واحد، كاين جماهير وكل فيلم تيلقى الجمهور ديالو، ان يبقى ان بوبليك اللي يدير بوبليك. إيه، وهذاك الفيلم انا متفق معك يعني في القاعة العادية السينمائية ما غاديش يكون عنده اقبال جماهير، ولكن كاين واحد البلاصة، واحد الاطار اخر هو ديال الاطار ديال لي سال ار اي سي، الافلام ديال التجريب، هذا كيلقى مكانته ويلقى مكانته عند الناس اللي تهتموا، لان داخل النخبة بهذا الفيلم مثلا يثير نقاش حتى داخل النخبه، لي زينيسي اللي تسميهم الناس اللي مطلعين على السينما، فيهم اللي غادي يحب الفيلم بشكل بشكل مزيان، وكاين اللي ما غاديش يحبوا بشكل غادي يكون عندهم رؤيه سلبيه، كما ان المجموعه الثانيه ديال الجمهور العادي اكيد ان الجمهور العادي ما غاديش يتقبل هذاك النوع، لانه ما عندوش قابلية فنية داخل عنده هو كمتفرج انه يتبع هذه النوعية ديال الافلام، وهذا هو المشكل. وحنا التأثير ديال السينما هو تأثير ديما غير مباشر، تطوير العقليات، تغيير العقليات، ما يكونش بالرسالة مباشرة، لأن الفن ماشي رسالة مباشرة، رسالة فنية أولا قبل كل شيء، وتنظن إلا تفهمنا هذه المسألة غادي نفهموا أهمية الإبداع. شي بحال مثلا ذكرنا مع الفيلم المكسيكي، كان فيلم بسيط جدا سلس، ولكن قوي من الناحية الفنية، لأنه مكتوب مزيان سينمائيا، عنده كتابة سينمائية زوينة، فيه واحد الاقتصاد في الحكي، واحد الاقتصاد في الزمان، واحد الايقاع زوين الى غير ذلك، بالتالي هذا هو المطلوب من عندنا، هذا هو المطلوب. لاحظي معايا ان الفيلم المكسيكي موضوع ديالو ديال الهجره موضوع تناول في عده افلام في عده مجالات فنيه، ولكن كل واحد، هذا هو الفنان، كل واحد كيفاش يجيب احساسه الشخصي وتيديرو بطريقته الخاصه، وكاننا نراه لاول مره. كاننا نشاهد العمل هذاك الموضوع، وكاننا نرى هذا هو صوت الهجرة. صبحت العيد نبكي، فكرت امي في
الحال.